احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق ببان تبع حكوم حماده ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 6/11/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار مع اللي خارج من سوق ببان. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل حاج. اداره سوق ببان اداره محترمه يا جماعه، اداره باسم المعلم رضا ابو حلاوه والحاج اشرف ضحى، الله يبارك لهم ويصلح حالهم ومحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. يا موسى الخارج من سوق ببان تبع حكوم حماده، يا موسى الوالد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. عامله ايه يا صاحبي الجاموسه دي؟ صباح الخير يا حاج. نارك ابيض، الله يقويكم ويعينكم. 72 جاموسه والده يا جماعه، تجار الاصلاح، خط الكبار، الله يبارك لهم. الاسم يا حاج؟ حاج سعيد رمضان. ايه؟ حاج سعيد رمضان. حاج سعيد رمضان يا جماعه، الله يبارك له ويصلح حاله. بسم الله ما شاء الله. معك رقم تليفون لو حد على الجاموسه يا حاج ولا حاجه؟ اه اديله رقم تليفون يا رمضان. 011 011 45 45 03 وحي 70 691. اي حد يتواصل معك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. اي حد عايز يموس والد يا جماعة الله يبارك له ويصلح حاله ومحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللي خارج من السوق يا جماعة بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الاسعار عاملة ايه يا صاحبي النهارده؟ الله اكبر. الله اكبر. دكورة ولا انتهت اللي معاك؟ نتايات عاملين كام؟ عاملين 41,000 الاثنين. الاثنين ب 41 نتايتين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. نتايتين صلاة النبي عليهم يا جماعة هم. بسم الله ما شاء الله. عمر 5-6 شهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. الله اكبر. الاغنام اللي طالعه يا جماعه برضه يا صباح الفل يا غالي. الله يقويكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على صباح الفل. عامل ايه الفرصه ديت يا غالي؟ اه عامل ايه؟ ليه؟ الله يصلح حالك. جنيتكم يعني. عجميه عشره يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. خدتها بكام يا غالي؟ ب 37. 37 عشر كام؟ لا لحم. بسم الله ما شاء الله. عجميه لحمه يا جماعه ب 37. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لكم فيها غالي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي خارج يا جماعه من السوق ببان صباح العسل. صنعتهم ايه دول؟ لحم. بكام الواحده والله؟ مش كل يعني من كام لكام؟ بسم الله ما شاء الله على البقر الاحمر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلام. ما قلتليش الواحده بكام كده صح؟ ما بحبش. الله يصلح حالك يا صاحبي. الله يصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على البقر اللي خارج من السوق ببان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. والدين دول عسى. لبن والد، عارف سعرهم؟ كم وكام؟ كم؟ 87؟ 77 ودي 83 الوالدة؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. لا 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 ما شاء الله في النبي عليه. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يا معلم محمود الله سعر عامل ايه في الاغنام النهارده؟ الله يبارك لك. معلم محمود رمضان حمد ناصر بتاع حكوم زمران يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حتى الحمير طلع رقم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الخارج يا جماعه من السوق غالي صبح حماد. الله اكبر. معاك ايه يا غالي؟ بكام وكام النهارده؟ 35,000. الله اكبر. كلك على بعض كده؟ شروه واحده كده. الله يصلح حالك يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. نارك كل يابا.
بسم الله ما شاء الله 340 يا جماعة بسم الله ما شاء الله. صباح الفل حي نارك أبيض الله يقويك وعيني بسم الله ما شاء الله. عاملين ياما الثلاثة فات وناس والله الله يصلح حالك. صنعت ايه المواجهة الحلوة دي؟ عاملة ياما؟ ب 62 ونص بس 62 ونص دبابة عشرة، عشرة كام ساعة؟ ثلاثة انضاف الله يبارك لك ويصلح حالك. عرف المشاهد باسمك ومكانك. محمود ياسر الصرفي جليشاني تيل بارود. معلم محمود ياسر الصرفي جليشاني تيل بارود. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه. 010 06 69 71 71 92 31 اي حد يتواصل معاك يا حوده بالله عليك تابع قناه المواجه اليوم على اعمل مواج. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله العشر ثلاثة يا جماعة الله أكبر بسم الله ما شاء الله الله يبارك في المال وحب المال الله أكبر. بكام خطوة بكام دي يا حودي؟ يا باشا مع مين ده إيه؟ كام النتاج دي؟ عاملين رجالة عاملة ياما غالي؟ أهو 30,000 بسم الله ما شاء الله 30,000 يا جماعة الله أكبر الله أكبر سألته محمود سألته يا معلية 19 بطر يا جماعة ذكر صلاة النبي عليه 19 مشعر نوع اسمه مشعر بسم الله ما شاء الله. معلم زهراء بياك بكام البقرة الحلوة دي؟ ها؟ عامل ايه ولا مش معاه؟ الله يصلح حالك اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله صباح الفل حاج بكم خدتها حاج والله البقره حلوه الله يصلح حالك يا عم بنصيبها بنصيبها يا عم الله يسهل 37 ده كام يا حاج خدتوه والله خدتها كام خدتوه 47 47 عش 10 4 10 4 ب 47 بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم فيها حاج اللهم صل عليك يا 10 4 ب 47 يا جماعه بسم الله ما شاء الله المال الله اكبر اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله اه اللهم صل عليك يا نبي استنى دقيقه اهو الحواله الوالده يا جماعه اللهم صل عليك يا نبي صباح الخير يا رجال اللهم صل عليك يا نبي ما شاء الله الخلف يا جماعه صلاه النبي عليه ما شاء الله كم وكام يا حاج والله كم وكام عاملين 26 الاثنين ب 26000 ونص بسم الله ما شاء الله الاثنين والدين الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله مجاوز يا جماعه دي ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي وادي اثنين هناك هم هنجيبهم برضو اللهم صل عليك يا نبي تجاوز يا جماعه هم اثنين واثنين بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي ربنا يبارك لكم يا حاج صباحكم ابيض اللهم صل عليك يا نبي صل عليك يا نبي على الخارج من السوق محكوم حماده ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه